السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتوني وشرفتوني. اليوم يا متابعي الكرام جيتكم بواحد الفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. بغيت نشارك معكم وتشاركوا معايا طويجن غديوة متواضعة. بغيت ندير اللحمة باليقطين مرافق بالفلافل الاثنين الأخضر والأحمر، والكل على الحطب. وبقاو معايا، نمشيو لمقر العمل، نشعلوا النار على الحطب ونتلاقاو. دونك هنايا بعد ما شعلت النار على الطويجن يسخن لي، كيما قلت لكم غادي ندير طويجن باليقطين، غير هادو الصغيورين تنقول لهم حنا الفريخات، انا راني قطعتهم، والفلفل، الفلفل مشوي. بسم الله، غادي ندير زيت المائدة، زيت الزيتون عفوا، اللي بغى يدير زيت المائدة يديرها، انا تنفضل نطيب زيت الزيتون. دونك غادي نخلي الزيت تسخن لي شويه، وغادي ننزل بالبصل، البصل والثوم. هنايا درت واحد بصله متوسطه، المهم على حساب الانسان، على حساب يتحكم، على حساب الكميه ديال الاشخاص اللي كاينين، يجمع هاد ليلي صدقوني تيجي طويجن لذيذ بهاد اليقطين والفلفل. هاد الفكره ديال تزوج الخضار صراحه تيجي تعطيهم واحد البنه زوينه. وغادي نضيف الكيما، المهم الحمال الانسان يتحكم في الكميه اللي بغا. نخليو هاد الحيمه تشوح شويه، نغطي عليها. ريتما تشوح شويه اللحمه، وغادي نحتاج ربيطه ديال القزبر والمدنوس وطوماط سوريز للتزيين، والقزبر مقطع والتوابل. ما فيهاش شي حاجه دو سبيسيال، يعني عادي، التوابل عادي، البزار، فلفل اسود. ريتما تشوح لي اللحمه، نقطع معكم هاد اليقطين. اختاريت هاد الصغيورين تيجيو لذاد، تنقول لهم الفريخات، هاد الصغيرين تنقول لهم الفريخات، يعني اصغر ما كاين في اليقطين. واحد الرائحة طالعة، يا سلام يا متتبعي الكرام، والله ما شهيتكم فيها. غير هاد الرائحة تعطي الشهية انك تاكل.
من بعد غادي ندير التوابل، نبدا بالملح. الملح على حسب القياس، على حسب الذوق، والفلفل الاسود ده هو على حسب الذوق، وسكينجبير ندير معلقه، ما جبتش معلقه ديال السكينجبير، زنجبيل، نديرو القياس كما قلت لكم. دائما نتحكموا في القياس ديال اللحمه، ونديرو شنو 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 الخرقوم، الكركم فين هو درتو اهو، اوبس صافي. لا غير راني درت الماء يغلي يطيب، وغادي نخلي هاد الحيمه تاخذ هاد التوابل اللي انا درت. ريتما نجيب الماء الغليان، كما تنقول لكم دائما الانسان يغلي المرقوب بالماء طايب الماء غليان باش تجي الاكله لذيذه. دونك هنايا بعد ما جبت الماء اللي غليان باش نمرق، غادي نحاول نقم هاد اليقطين. انتم شفتوا واحد الرائحه طالعه، يا سلام ما شهيتكم العافيه شغلت. اليد ديال الطاجين خليه يتشحر شويه، وغادي ناخد هاد اليقطين نقطع هادي اللي كملها اللي معاكم، نحيدو لا غير القليب. سبحان الله، هاد القليب تيكون بحال الاسفنج. وهاد اليقطين هذا هو وقته، غادي نحاول ندير هنايا حيت في الماي باش ما تكحلش. وفي الاخير واحد قرينات ديال فلفل حار، غادي نحاول نقم هاد اليقطين، فلفل اسود، زنجبيل، مليحة، ناخدو بالنا من الملح لان حنا درنا ديجا الملح هنا، وسكين والخرق الكركم لا غير، وهاد القزبر اللي راني قطعت. نحاول ندخل هاد التوابل في راني ما بغيتش نزيد النار بزاف باش ما يتحرقليش الطاجين. اوب لازم يطيب على نار مهيله. يا سلام على رائحه طالعه يا متتبعي الكرام. وغادي نحاول ندير هاد الاستفاده يقطين، وفي الوسط غادي ندير الفلفل مشوي. الفلفل راني شويته في بعد ما طيبت الخبز، شويته في الفرن
الفلفل الاحمر والاخضر، وغادي ندير ربطه ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نزوق بطوماط سوريس صغير. طاجين جد عادي بركه يكش. يلا نزيدو على الثلاثه كاين شي ضيعه. وغادي نمرق هاد السكيره فاش راني مرقت، فاش درت التوابل اللي يقطين ما نضيعوهاش، نديرو في الجنيب شويه. بركه. وغادي ندير مزيود هكا وهكا، اي فوالا. وهاد الطويجن ديالنا صار جاهز، ونخليوه يطيب، نغطيو عليه ونخليوه يطيب خاطرو. وغادي نزيد شويه د النار، ما غاديش ندير النار كثيره لان لازم يطيب على خاطر خاطرو. غادي ندير غير شويه. يا سلام يا متتبعي الكرام، هاد الجلسه هكا على حدا الكانون انا تنعشقها، ولو نطيب ولو حاجه قليله، المهم انني نجلس حدا الكانون. غادي نخليه يطيب في غرضو، يعني في خاطر خاطرو. غادي نديب راسي هادشي نحيدو عليا. هنايا دونك هو الطويجن ديالنا صار جاهز، حنا غادي نغطيو عليه وغادي نخليه يطيب خاطر 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 خاطرو. النار ما بقى لي ما نزيد، يكفيه هاد الكميه ديال الحطب. وغادي يطيب ديك القرعه وديك الحيمه غير في ديك المريقه اللي غادي يطلق اليقطين والفلفل، وديك القليل من الماء الغليه اللي انا ضفت. غادي نخليوه يطيب على خاطرو، نطلو ان شاء الله على الطويجن ديالنا في الاخير هكا الشكل النهائي ديالو تيجي. يا سلام، طابع على غير على النار مهيله ما شهيتكم فيه. وتال هنايا تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه. باي باي لي زامي.